واحد يقول مستحيل قد حبيت، والله اني قد حبيت والله، واللي حبيتها بس انها حبتني وانا طفره، كنت اجيب لها حبه دجاج شوايه واقسم بالله، الان بليت كلها بطنها كل يوم جويع، تكفى تجيب لي من ماك كان ماك اول يوم، والله اني اذكى كانت الوجبه ما ادري بكم، هي 18 ريال ولا ب 17، والله انها حولها الا الا 18 برجر مع بطاطس، ولا جبت ايوه كاني جايب لها شنطه بربري، وسبحان الله واجيب لها مطعم بخاري، ومره اجيب لها مطبق، ذاك حبي مخيس حب اسر منتجه ما بحب اوادم، سبحان الله تعرفت لها على واحد، وذا الواحد اللي تعرف عليها كان فلوس ابن الذين، والله انها كانت تصور كاس فيه لمبه، كاس فيه لمبه وهو تصور، قالت والله اني ما عرفت الحب الا مع هذا الرجل، وتروح الايام وتجي الايام وهي تسوقني، قالت اقول رح رح انت وفقرك يا ابن الذين، والله وتروح وعينك ترى هدق، المهم الجوال مقفل هدق، والله انا قالت فارقني في الساعه، قلت زين، لا ذاك معه موتر فخم، كان معه موتر فخم روز رايز وسيارات والدنيا، هم انا يا على مخططاتي قهوه شاهي زنجبيل كحه، يلا راح مستوصف اضرب على الورك بابره، هم رجع حياتي رديه، هم قال اقول كذا حياتي ما تنتفض، هم يا مخذيت هم، لا والله هم قبسني بين العربه، هم لا والله هن السلقه درت والدك، قلت من انت؟ قلت انا فلانه اللي ذاك اليوم، يا الله كانت ذكريات حلوه، قلت مين فلانه؟ يوم شابت الدنيا، قلت ما اعرف، بس تخيلي انت ديزاينك يركب على ديزايني، معليش ديزايني فوق يا ملعونة جبتك، أنا مبشر علي ذاك اليوم بولد يوم رديت الحركة، أبرك أبرك، كنت أنتظر الاتصال علشان تحسين يا بنت الذين، وأنا ردت تحسني ارتخيت، والله لي ما ارتخيت، أفا غيرتك؟ قلت نعم، تغيرني من أشكالك الطفرانية يا قليلة الأدب يا مخيسة، أما يا عميس بنت الذين نسيت الدجاج ونسيت المطبق ونسيت طول عمرها.